انا اعرف عن تاريخ سور غوريه ان هو كان بتاع السلطان الغوري. السلطان الغوري كان الغوريه دي كلها كانت عباره عن المحلات دي، كان بيحط فيها الاحصنه، الاحصنه بتاعته. بعد كده تدريجيا مع مرور الوقت بقى في هنا بقى نحاسين، وبقى في اللي بيبيعوا الطرابيش، وبقى في اللي بيبيعوا القماش. طبعا اللي بيبيعوا القماش لحد دلوقتي في التربيعه هنا، التربيعه هنا فيها اكبر سوق قماش في مصر، هنا برضو اكبر سوق مفروشات في مصر وملابس. ما التدريج بقى مع مرور الوقت بقى بتتطور واحده 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 لحد دلوقتي بقى ان شاء الله بقى فيها اكبر تشكيل بالنسبه للهدوم، بالنسبه للملابس، بالنسبه للمفارش، للفوط، للبشاكير، للترنجات البناتي بتاعت العرايس، فيها كل شيء. ان سوق الغوريه اصلا منطقه سياحيه، انت حضرتك لما بتمشي فيها مجرد ان انت بتمشي فيها لوحدها انت بتستمتع، حتى لو ما بتشتريش حاجه، انت مجرد انت بتشوف المحلات، الاجواء، حاجه ما شاء الله تحفه. يعني انت حضرتك هي في الاساس فسحه، بتيجي من هنا كده بتلاقي الحسين، بتلاقي مسجد الازهر، يعني ما شاء الله زي ما بنقول كده هي دي اسمها بلد الالف مأذنه. ما شاء الله المساجد هنا يعني اظن ان هي مش موجوده في العالم كله، يعني سلطان الغوري، جامع المؤيد، جامع الفكهاني، مسجد سيدي الدرديري، مسجد ما شاء الله قديمه جدا، انت حضرتك تستمتع براحه نفسيه لما تصلي فيها. من مصر الجديده، مدينه مصر، المهندسين، لا ده بيجي من هنا من شبين، وبيجي من هنا من الصعيد، من اسوان لاسكندريه، من اسوان لاسكندريه بتلاقي حضرتك كل يوم ناس بتبقى متواجده هنا بتشتري. اللي نازل يجهز عروسه بالالف للياء، هو بينزل الازهر ليه او بينزل شارع الغوريه ليه؟ بيلاقي كل حاجه، يعني عايز مفروشات بيلاقي، عايز الترنجات بتاعته بيلاقي، اللانجري هنا على اعلى مستوى ما شاء الله، حاجه تحفه، يعني مش حاجه نص نص. حتى سوق الغوريه فيه حاجات كتير جدا حلوه، سوق الغوريه ما شاء الله فيه كل حاجه، انت بتمشي فيه حضرتك بتلاقي كل حاجه، كل اللي العروسه عايزاه من الالف للياء، هي بتدخل السوق بتطلع بجهازها. هنا جنبنا بتوع الازاز الصيني، الحاجات دي كلها من مميزات سوق الغوريه طبعا. وبعدين سوق الغوريه اقدم سوق في مصر، مش سوق معمول النهارده او امبارح او من 100 سنه، لا ده بقاله سنين. احنا في سوق الغوريه احنا بنبدا نجهز من اول الموسم، من اول موسم الشتاء بنبدا نجهز اللحفه. اللحفه بقى طبعا مش لحاف ولا اتنين ولا شكل ولا اتنين، لا في حاجات بتبقى عطيفه، في حاجات بتبقى فرو، في حاجات تبقى وش قطن ووش قطيفه. بنيجي بقى في موسم تاني زي عيد الام بنبدا نجهز الحاجات اللي هي البسيطه زي الملايه، زي طقم السرير، زي كوفيرتا لامهاتنا. كل الحاجات دي برضو بتفرق في المواسم. حضرتك في المواسم هنا ما تقدرش يعني تمشي في الشارع، يعني هنا طبعا احنا نكون مثلا في رمضان حضرتك ما شاء الله هنا ما تعرفش تمشي، للبس بقى الاطفال، للبس الاعياد ما شاء الله بتبقى الغوريه زحمه جدا، للي نازل يتمشى، اللي نازل يفطر في سيدنا الحسين هنا ما شاء الله بتبقى زحمه جدا. يجي عندك موسم تاني زي موسم عيد الام، موسم عيد الام بيبقى زحمه جدا، في هنا جلاليب فيسكوز على اعلى مستوى، في هنا عبايات سمراء بتاعت امهاتنا الجميله ديت، حاجه ما شاء الله تحفه يعني. فبتبقى المواسم دي في ناس بتعتمد عليها، يعني انا هنصح كل ام وكل عروسه تيجي تنزل الغوريه ما تشتريش من اول محل ولا من تاني محل، انت حضرتك خشي زي ما انا بنصح زبايني وزي ما بنصح اخواتي، حضرتك اتفرجي وبصي وشوفي ولفي محل واثنين وثلاثه، واللي هترتاحي له نفسيا وهتلاقي اسعاره ومعاملته طيبه يبقى هو نصيبه، لان المحلات هنا جنب بعض كتير. الموضه في الملايات وفي اللحفه بتطلع من شارع الازهر وبتطلع من الغوريه، ما هنا الاساس اصلا. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، في حاجات هنا البطاطين هنا بتبدا من اقل سعر لاعلى سعر، طبعا انا مش عايز اقول اسعار معينه، لا انا بقول لحضرتك من تحت خالص لحال، من اول البطاطين الشعبي بتاع زمان لحال الاسباني. اللي بتنزل شارع الغوريه او العروسه اللي تنزل الغوريه، من اول ما تخش الشارع بتلاقي على يمينها سوق القماش كامل، سوق القماش اللي هو السواريهات بتاع الافراح، الفساتين، كل الكلام ده بيبقى موجود. بتخش شويه بتلاقي محلات المفروشات، البطانيه واللحاف، البطانيه واللحاف، الكوفيرتا، البرانس، كل حاجه من اول الف للياء في المفروشات. بتخش على اللانجري بتلاقي ما شاء الله الارواب، البيجامات، بيجامات جميله جدا، ارواب اللانجري كله من الالف للياء. بتخش شويه لو هي برضو عايزه الصيني، الميلامين، كل الحاجات اللي هي بتاعت النيش، برضو اخر الغوريه يمين بتخش مكان اسمه درب سعاده، ده برضو قريب جدا من هنا. فالعروسه بتنزل بتاخد كل حاجتها،
الامهات لو عايزه عبايات سمراء، عبايات سمراء ما شاء الله على اعلى مستوى، حاجه كويسه جدا.